ومثل ما قلنا يعد الاحتفال بحق الليلة ليلة النصف من شعبان جزءا من التراث الإماراتي الأصيل الذي توارثته الأجيال، وبالرغم من تطور المجتمعات لا يزال هذا التقليد موجودا في كل دول الخليج باختلاف المسميات وتوقيت الاحتفال. وللحديث أكثر عن هذه الليلة وما تحمله من موروث ثقافي وتراثي، نسعد باستضافة السيدة موزة راشد بن سيفان أم أحمد التي مثلت التراث الإماراتي في عدة فعاليات وطنية ودولية، وأكيد اشتهرت بمهنة الخياطة والطبخ الشعبي ولم تتردد يوما في نشر التراث وبث روح هذا الجانب المشرق من هوية الشعب الإماراتي. حياك الله يا محمد ومنورة معانا. صباح الخير. حياك الله. كيف انتي؟ طبعا يسعد صباحك وانا اكيد بخير وبنعمه. وبهذه المناسبه يا محمد نحن سعيدين اليوم انك انت موجوده معنا في صباح الخير يا بلادي، وراح نتكلم وايد وايد ومندردش عن هذه الليله الا الكل ينتظرها، يعني الصغير والكبير. لما نتكلم محمد زمان قبل زمان الطيبين يختلف طبعا اكيد عن زمننا الحين الجيل اليوم، نتكلم عن استعدادات حق الليله في هذاك الزمن. هاك الايام يعني المساكين الناس على قد حالهم يعني، والأطفال ممكن حتى اللباس اللي يسوي ما مثل هاي السنين يسوون لهم لباس جديد وخاص مسرقس ومجقم، يعدلون لهم ثيابهم ويسوون لهم، لا ما شو حليلهم بس يعرفون ان هاي الليله ليله النصف من شعبان ليله 14 ترى فيها من حق الله. صحيح. يسمونه من حق الله، كل بيت يعني له شيء خاص يسوي له. كان الحلاوه هي اول يقولون صبيعات يسوون لهم خضر وحمر وابيض شيء ونخي. ونخي نعم. وهذا فول سوداني وميز يحطون حتى البيضة ما شيء وايد يعني ميز اكثر شيء ميز عندهم، ويخلطون مع بعض ويجون الجهال اللي عندهم خرائط مسوي لهم اهلهم عندهم خرائط، واللي ما عنده خريطه عندك الدوره حتى مال اول قصوها وسووها اعطوا لهم اياها مساكين وعطوهم الخريطه مالهم. قبل ام احمد كانت حتى الخرائط اللي يسوونها كانت من اولاد البيت يعني ملونه من البيت ملونه ويحبونها. إيه؟ الوان لان إيه؟ بالنهايه الالوان تبعث يعني الفرحه. إيه؟ في نفوس الاطفال حتى في ما يقولون ولد ولا بنت، لا لا ما عندهم فرق، كل حد شال هاي الخريطه ويمشي فيها. ولد كان ولا بنت كانت. جميل جدا. اكيد يعني اكيد ام احمد الليله هذه خاصه النص من شعبان ليه طابع مميز من سنين وبنين، مثل ما تكلمنا هو موروث نحن توارثناه يعني عن ابا عن جد. نتكلم اكثر عن اهميه هذه الليله. بس اول يعني مثلا تلقطين ذا البيت في عيوز في ريال كبير في شيء يعني هذه الليله تلقطينه تستغفر وايد وتقول لهم اليوم تنكتب فيه الارواح، اليوم يعني يذكروا الله فيه اليوم. نعم. تعطيهم المواعظ وايد يعني عشان ما بي كله احتفال، تلقطينهم كل يستغفرون وكل يعني ياسيب في عندهم خشوع في اليوم في هذا اليوم. ففيهم ان حد يشتري حلوى، حد يشتري زليبيه يحطونه ويا الخبز ويجسمونه على يرانهم، حد يسوي عرسيه، حد بامكانه يسوي هريس ويجسمون على البيوت. حالاتك كانوا محمد ايضا ان الكباريه يعني الله يحفظهن جداتنا امهاتنا جلستهم تنبرع وهم يوزعون. يعني حتى عندهم ادوات معينه كانت هم اللي يشيلون فيها يحطونه في جفير. إيه؟ ويحطون طاسه صغيره واللي حطوا الطاسة وحطوا لهم اياه داخله، واللي بعد على قد حاله حاط الجفير صغير وبيده يشل ويعطيهم، يعني هاي حياتهم فيها. لكن السنه يعني هالايام ما شاء الله وايد امور تغيرت. زاد الزياده يعني وفرحه حق الاطفال وفرحه للكبار ان بيدشعين شهر رمضان. اكيد. لكن انا اقول يعني وايد 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 شيء ما يدخلون فيه. يعني الدوائر الحكوميه تسوي الكل يفرح في هذا اليوم. الكل يفرح. زين هو المفروض في البيوت هذا يعني هذا انا وراسي ان يستوي بكل دائره، لكن لا هو الافضل في البيوت. يعني الحالات المناسبه هذه التراثيه في البيوت. في البيوت يعني الحين مثلا في ناس يسوون العصر حق الليهان اللي بيونهم الفريج. صحيح. يعني مثلا انا عندي حريم عيالي اثنين ثلاث وبناتي يمكن خمس او اربع يعني في الفريج كامل. هذا اليوم في الليل كل وحده منه يمعه تسوي يمعه يعني وجايبه وياها من حق الله ماله. ايه. هني عيال الحين العيال ما مثل اول ياهل 4 سنين وخمس سنين ما تمنين يصير حتى لو هي شغاله. صح. ما تمنين يصير من بيت لين بيت. فالكبار يجون ما شاء الله عليهم فيهم اهاليهم يجيبون بسيائر يوقفون عند الباب وياخذون يسيرون. صح. لكن هاي اللمه اول بادي لمه الكبار والصغار
سامحت قلوبهم فيه، حتى لو واحدة حاطة في خاطرها من الثانية وجايين شهر رمضان هني بتتصافى القلوب، بيتراضون لأن داخلين على شهر خير، على شهر وياي به حلاوته وياي به هداياها وياي به حطوه. الحين بعد في شيء زين سوون البنات حق كبار السن اللي عندهم مثل حرمة عودة أو خواتم، سووا لهم سيادة وقايمة الصلاة في هذا اليوم، يعني بدل ليه بدل الحلويات حق الكبار عطوهم هاي السيادة حق رمضان، واليهال ترى ما شاء الله كل واحد جايب حلوياته وعطتهم منه. أم أحمد لو تلاحظين قبل زمان أول يعني حتى نحن يوم كنا صغار على سنة يعني كنا نتريى إن حلاته يوم يصير من بيت لبيت يعني بروحنا شيء يعني أنا وأخوي وأختي ما شاء الله وايدين تقلب بالسكة يمشون ونمشي ما نتعب، لا والحلو ما نتعب لازم يصيرون حتى لين آخر الفريق الثاني بعد يصيرون. حتى الفريق الثاني ما تخافين عليهم ما نخ... ما... لا سيارات وايد ولا عالم وايد كان في الأمان ما عاد يعني ممكن اليوم أنا أقول لك إنه فعلا إذا صار في احتياط من الأهالي على عيالهم لأنه صار في تخوف نوع ما يعني صار في تخوف إن العيال يطلعون في الفريج السيارات الدراجات يعني صار نوع من هذا، فممكن من هذا الجانب تحسين إن اليوم العيال ما عادوا يطلعون على البيوت نفس قبل ما عدوا، بس تشوفينهم يصيحون يبون يصيرون يبون يبون يصيرون لأنهم حالاتهم يحبون يطلعون في هذه. إذن لو نتكلم عن تجهيزات قلنا قبل الخرائط اللي كانوا يخيطونهم حتى الملابس حتى الخرائط قبل 10 أيام تي اللي عنده ما شاء الله في البيت 6-7 صح تشوفينها تخيط بيديها ماش عندهم مكاين يخيطون بيديهم قبل 10 أيام قبل 20 يوم يسوون هاي من حصلت خلقة وحصلت من خلقة وسوتها وحطتها إيه؟ يا صغاري وهذا خيال لا لا وغير عن شيء أم أحمد لو تعرفين بعد يعني أنا لأني أعرف يعني هالشغلة ناخذ من نفس البيت ونرجع لنفس البيت مرة ثانية لما ناخذ زيادة لا يسيروا وردون لنفس البيت خصادة حرمة عودة ما تعرفهم هم يعرفوا حطوا حليلة ما تعرف تتخربط ما تعرف اليهال الصغارية كلهم نفس الشكل ترى يبون ترسون الخريطة الخريطة لو يصير تحدي منو عندك يعني انا لا انا عندي اكثر عن الناس يعطونهم ربيه ولا اي عاد هذه هاي سالفه ثانيه عاد هذا فايز اللي حصل بيزات تشب الخريطه هي حصل بيزات عاد انا نتكلم عن هازيجهم ام احمد هازيج اللي عطونا حق الليله بيت مكه يوديكم هاي الهازيج الجميله اللي كانوا يعني يعطونا من حق الله ولا الرزاق الله شو يقولون هي. اول يقولون يعني كلام يعني وحليلهم على وجههم عطونا الله يعطيكم بيت مكة لازم ندق الباب هم داخلين هم داخلين ايه عطونا اكثر شيء عطونا من حق الله اكيد بنسمع الغنية ام احمد اسمعها ويا بعض الغنية حالات الغنية هذه والله يا زين النص من شعبان والكل سعيد وفرحان نهني كل اهلنا ونكرم من وصلنا يلا نسير شارك من بيت لبيت مبارك عطونا الله يعطيكم والبيت مكة يوديكم عطونا من ولا الله يجزيكم إن شاء الله عطونا من صحنكم الله يخلي ولدكم أكياسنا يا حلاها ونحب كل من بلاها عطونا وسعدونا عبابكم ضيفونا يا مرحبا من يانا وبيية هنانا علينا ما نرده ومن الحلو نمده أحلى شيء أحلى إلو هاي كذي يأخذون بالليل ويحطون الله يعيده طبعا ام احمد مثل ما شفنا الغنيه الجميله واللطيفه والصغاريه وفرحتهم بس انا عندي عتب يعني حاطين كله بنات وين الاولاد؟ ليش ما حاطين الاولاد يعني وياهم كانوا بالفيديو؟ فلو نتكلم البيبان اللي كانت تكون مشرعه ومفتوحه شو معناته كانت ام احمد؟ اول ما حد صاك بابه ما حد صاك لانه ما حد بيهم الا من فريج يعني عربهم اول ما حد يقدر يصك باب لا لا يعني عارفين بعضهم عارفين بعضهم واثقين من اللي بيهم من اللي بيهم يعني معناته ان نحن بابنا مفتوح ولكل زائر
لكل موجود في هذا الفريج. يعني كنا أهل، كنا أهالي، ما في فرق. حتى الريال يوقف عند الباب يتحنحن، قالوا الأقرب أقرب ما عندهم. بس اليوم لو تلاحظين محمد، لا صارت البيبان مسكرة الحين وايد. الحين احنا ندقق البيبان ودي لهم شيء ما يبطلون ما يفتحون، خصوصا اذا تحولتي عن فريجك وصرتي مكان ثاني، هذا قولي السلام. يلا عاد، قبل كان محمد القلوب كانت وايد متقاربه. متقاربه كان فيها التسامح، حتى مثل ما قلتي انت، يعني وحده تي عند وحده لو شالف خاطرها هذا الشيء يروح. الحين تمر سنين على زعل الاوادم ولا يفتكرون ان في شهر خير. لا لا هذا مو زين، هذا لازم قبل ما يجيهم رمضان حتى لازم يتسامحون، ولا الله سبحانه وتعالى يوقف عنهم كل شيء. صح، يعني الرحمة توقف عنهم. الرحمة توقف عنهم، لازم يتسامحون. نتكلم عن حلويات وعصائر الصغارية، أنت ذكرتي بعض الأشياء. هم يكونوا محتاجين أن يبون أشياء معينة، أكيد كان زمان قبل يحبون أشياء معينة. نحن في الستينات يانا البنتو نوقف عند الباب حاطين اللي يصير مثلا يأخذون عندهم من حق الله، حاطين لهم فلاس والبنت وهذا ترمي او حاطين درام وحاطين عدال قلاصات، واللي يشرب وروح خصه في القيض يشربون ويركضون ليروح. حالات البنت هذا ولين اليوم يحبونه. ما عندنا شيء ثاني غير البنت والعصير هذا مال البرتقال الاصفر. ها بعد سبحان الله، تصدقين يعني في رمضان الشيء اللي يشتهر فيه في البيوت كلها احسه البنت. يعني ممكن طول السنة الواحد ناسي شو هو بيمتو، يلا على البارد وعلى العصاير الثانية. وكلهم يسألون تسوي بيمتو بعد يوم حين مسوين بيمتو؟ ايه مسوين يعني. مسوين بيمتو. بنتكلم عن اختلاف الماضي والحاضر يا محمد. قبل مثل ما كنا الحياة بسيطة جميلة خفيفة، ربات البيوت والكبارية الله يحفظهن يداتنا وامهاتنا، يعني شو ما لبسوا العيال بيلبسونه. كان زين، كان شين لون مرقع. أول في البيت، أول البيت روحه، كل البيت روحه بسيط ما شيء. يعني العريش في شبرية، في كم من تكية، في زولية. نعم. خلاص. نفس المخزن نفس الشيء. صح. الحين الدنيا كلها الكبارات متروسة والدنيا كلها متروسة والمعيان عيال بتطلع من المطابخ ولا؟ أول مساكين جدرين ثلاثة ومشخلة وكم من صينية ما شيء، صحون صينية يدورون عليها يأكلون في صينية، صينية وحدة كلهم ياسين عليها. شوفين هاي الصينية هي اللي تجمعهم، الإيد الوحدة هي اللي تجمعهم على قلب واحد. صح. أما اللي يأكلون مشتتين شي هذي ما يتجمعون. اليوم صار كل واحد صحن الخاص وصار لا بعد يعلمونهم بالخاشوقة والشوكة. يعني لا ما يأكلون فيها اليوم بعد. يضربون بالصينية وكل واحد يقول هذا مكاني خصة اللي يراوي يضربون على الروس الظهر، يلا كل حد يبغى راس. حلو والله. زين نتكلم عن ان الحين ايامنا ايام اسر قامت تتفنن في تشكيل حق الليله اللي هي الحلويات وهذا، والكل انه قام يشكلها بانواع جميله او بانواع مختلفه. يعني مثلا انا لو عندي مثلا تجاره انا بسوي كل شيء عشان يشترون عني الناس. يعني صار انه حق التجاره. هي التجارة. صارت للتجاره. يعني ما صار مثل فرحة معينة نفس قبل. لا ولا شيء، بس هم الحين هذول كله حق تجارنا. زخربت هذا عشان ابيع انا احسن من هاي، سويت الثياب مال من حق الله احسن من الثاني بياخذون عندي. هذا اما هو يعني شيء محفور في قلوب الناس اللي تعرفي يعني ان هذا اليوم يوم صح من حق الله، يوم هو تكتب فيه الارواح، يوم فيه الاستغفار حق الكبار. طبعا الصغار هم يبون الحلاوه اكيد عشان يفرحون. متى رمضان؟ باقي 15 يوم على رمضان يفرحون فيه. يعني اول ياهل يصومون يصوم. اي صح. يعني ابو سبع سنين يصوم لين الظهر ويفطر. يفطر نعم. لين عقب الظهر ويفطر، السنه اللي بتي عقب شوي ازيد. لما يتعود. 10 سنين هو يصوم خلاص يصوم ما شاء الله. يتعود على الصيام. زين شو كانت استعداد الطفل هذا ان اليوم نحن فعلا لازم نزرع هاي الامور في اطفالنا وفي عيالنا، ان لازم انتم تكونون مقبلين على شهر الخير، عارفين هذا الشهر شهر الصيام. فكيف نحن نقدر اليوم نفهم جيل اليوم هذه الامور؟ جيل اليوم ما يستوعب هذا الكلام محمد. والله فيهم يستوعبون يعني يستوعبون. يوم والله يعني عندك ما شاء الله في بنات صغار يبون يتريون رمضان متبين بنصوم، حتى في اوقات اهالي يقولوا لهم انتم ما ترمون. لا ما شاء الله يرمون. ليش؟ على العاده اللي شافوا اهلهم فيها هم التربيه نفسها من البيت نفسها. شافوهم يصومون وشافوهم شيء والام هي اللي تعلم ان اليوم بتصومين ما علي ما قدرتي لين الظهر افطري كذي. زين لو نتكلم عن بعض البيوت كانت توزع مثل حلويات او حق الليله على قدها،
وبعض البيوت اللي ممكن اللي الله عاطنهم الخير شويه يعني يوزعون الاشياء الثانيه يزيدون بالحلاوه ويعطون بعد بيزات إيه؟ هاي اللي الله عاطنا يعني هو اللي على قد حاله ترى مسكين بعد وفر حتى التمر يتسمون اول في هاليوم صح. يعني يوم خميس اللي ما عنده شيء وعنده تمر يتسم لان اول حتى التمر كان اول ما شيء وايد الا اللي يسيرون الباطنه ويسيرون ما يجيبون فيحطون مثل يراب حق اليوم هذا اللي راب يابوه تمر يتسمون حقهم النص من شعبان وحتى الكبار ومحمد يعني كانت لهم فرحة خاصة في هذا اليوم يعني التجمعات واليلسة واللمة لمة الأهل لمة اليران نفسهم يعني هي الفرحة ما كانت بس فرحة الأطفال ترى اليران مثلا كل حد في بيتي يالس لكنهم يتعاطون الهدايا مثل ما قلت لك مسوين عرسية مسوين هريسة مسوين الجيمات مسوين اللي مسوين في اليوم يودون بيت 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 فهم احنا يتعشون يعني طبعا ام احمد نحن وايد وايد يعني فعلا اذا بنتكلم انك انت خدتي وحافظتي على هذا الموروث الشعبي فكيف تقولين فعلا ان كنصيحه توجهينه حق جيل اليوم انك تغرسين او نقدر نغرس نحن هذا الموروث التراثي في نفوس جيلنا الجديد. انا والله اقول حق كل ام يعني انها هي عندها اطفال هي مسؤوله عنهم في هاليوم يعني تقول لهم مثل هاي النص من شعبان اليوم يعني هذا يعني يذكر والله فيه حتى الياهل يعني يستغفر يعني من كم 12 سنة هاي عرف يستغفر استغفروا فيها اليوم وإن شاء الله بتحصلوا رزقكم فيه ولين يكبر هو خلاص يزرع في داخله هذا الموضوع هي هذا هو جميل جدا ام احمد طبعا احنا وايد سعيدين بتواجدك اليوم معانا في صباح الخير يا بلادي وكل عام وانت بخير طبعا مقدما وهذه مناسبه جميله مناسبه تراثيه خفيفه على قلوبنا ونتمنى ان دائما وابدا الكل يكون متمسك بعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا اللي توارثناه عن اجيالنا عن اجدادنا وعن ابائنا طبعا حياكم الله والله يعودنا عليه ان شاء الله كل سنه وكل حول امين يا رب العالمين مشكوره يا ام احمد مشكوره على تواجدك